أخبار اليوم. رسالة شكر وتقدير للدكتور أحمد عواض السيد رئيس اللجنة المشرفة على الدكتور عاطف المشرفة على المهرجان، كل أجهزة وزارة الثقافة بأجهزتها المحترمة على المجهود الرائع الذي بذل لصالح إنجاح وإتمام هذا المهرجان اللي كان يعتبر حلم بالنسبة لنا في الإسماعيلية. مهرجان الإسماعيلية تم تنظيمه 17 مرة سابقا وتوقف لأسباب. النهاردة السنة دي إن شاء الله شهر ده بنستعيده، وأنا طبقا لما تم التأكيد بالنسبة لكل القائمون على المهرجان إنه بيستعاد في أفضل صور، بيستعاد في نسخة ستكون حديث الساعة. إحنا إن شاء الله بنتمنى ذلك، بنتمنى إن نكون عند حسن ظن شعب مصر كله. عايزين من على أرض الإسماعيلية إن شاء الله يوجه رسالة رائعة للعالم كله، رسالة بكل اتجاه، رسالة تحمل أن مصر قررت إن شاء الله قرارها حينفذ بأنها تعود إلى موضعها الطبيعي بين دول العالم. عايز أضيف إن إحنا إن شاء الله معنيين قوي إن ضمن فعاليات المهرجان سيتم الاحتفال بالذكرى الأولى لفناننا العظيم الخال عبد الرحمن الأبنودي على أرض الإسماعيلية. هنعمل احتفالية كده خاصة بهذا الموضوع وفاء لهذا الرجل العظيم اللي قرر أن يكون تراب الإسماعيلية هو آخر ما شيء في حياته، واندفن عندنا وحب الإسماعيلية وإحنا حبناه. إن شاء الله خلال توقيت المهرجان هيقام هذه الاحتفالية. رئيس مكتب الوزير، أشكرك دكتور خالد عبد الجليل مستشار الوزير لشؤون السينما، بشكرك، ودكتورة غادة كبارة عميدة المعهد العالي للسينما، أنا عارف إن هي هنا معانا، والأستاذ محمد الدسوري اللي إحنا نقيم مؤتمرنا في مكانه، بشكر حضرتك جدا على كل التعاون. من أول الحاجات اللي كلفني بيها سيادة الوزير لما كلفت بالمنصب العمل الفوري على إعادة مهرجان الإسماعيلية للوجود. كان في ظروف يعني تسبب الحالة ان هي ما يقامش السنة السابقة، فاشتغلت على كده بتركيز شديد وحددنا الميعاد بتاع 20 ابريل، والحمد لله النهاردة واقفين نقدر نقول ان بإذن الله المهرجان على مستوى نأمله ان شاء الله جيد جدا. وحدي بس ملخص سريع، المهرجان السنة دي بمشاركة 44 دولة بأفلامهم في المهرجان، المسابقة الرسمية للمهرجان 71 فيلم، والبانوراما توصلنا 75 بأفلام البانوراما. الأقسام الرئيسية للمسابقة هي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، الأفلام التسجيلية القصيرة، وأفلام الرواية القصيرة، وأفلام التحريك ورسوم المتحركة. وعلى هامش المهرجان في مجموعة أنشطة لها إن شاء الله مردود ثقافي مهم. بنحتفل مصر السنة دي بتأميم ذكرى 60 لتأميم قناة السويس، ففي برنامج عن أفلام قناة السويس في عيون السينما المصرية، وفي برنامج عن كلاسيكيات المركز القومي للسينما. عندنا ان شاء الله 38 ضيف من الخارج في ضيافة المهرجان وحضور فعالياته. افلام المسابقه تحديدا كنا مهتمين للوصول لافضل الانتاجات سنه 2015 ولغايه قفل باب التقديم من 2016، فعندنا مجموعه غير يعني مش قليله من الافلام اللي حصلت على اهم جوائز النصف الثاني من 2015، وحتى قفل باب التقديم للمسابقه مثلا افلام اللي واخد اخرها كانت في كليرمون فيران اللي كنا في فرنسا، الافلام الحائزه على جوائزه. عليا ده مهرجان يعني
من اقرب المهرجانات القريبه للشباب السينما في مصر. مهرجان كان غني جدا، مش كنا يعني متعودين نروح مهرجان اسماعيليه كل سنه ومش مستنيين، مش منغلقين بس على عدد البرامج الموجوده، احنا كنا بنبتكر حاجات وبنعمل فعاليات في لحظتها ونستأذن استاذ علي ابو شادي فيها فيسمح لنا. كنا ساعات بنجيب بروجيكتور في الجنينه بتاعه فندق ايتاب ونشغل افلام يعني ما كانتش جوه المسابقه الرسميه وكان بيتم الترحيب بينا. فكون المهرجان الاسماعيليه وقف لسنه ده كان حدث جلل جدا. كان في تحدي كبير قوي ان احنا نطلع الدوره دي بدوره مبهجه، دوره شابه، دوره تقدميه جدا. فيعني العنصر الاساسي، العنصر البشري الاساسي اللي بيشكل المهرجان هو من الشباب. اكبر واحد تقريبا فينا عنده 35 سنه، معظم الستاف بنات مرأة، يعني في عندها تمثيل قوي جدا في المهرجان. حتى في لجنه التحكيم، لجنه التحكيم يعني تعتبر اصغر لجنه تحكيم حصلت، يعني اوفر اول كلهم يعني نينو كرتازي عندها 52 سنه، فما نازل عند نينو كرتازي من جورجيا وارمينيا. نينو ممثله مشهوره، ترشحت لاوسكار في 2004، ترشحت لعده جوائز فرنسيه منها سيزر. كمان هي مخرجه تسجيليه مهمه، حازت على جوائز مهمه جدا في مجال السينما التسجيليه من مهرجانات سان دانس وادولف جريمر، اهم مسابقه تسجيليه في المانيا. معانا كمان هيراشا كشيشيان، مخرج ارميني مهم متخصص في افلام الحربيه ومنتج وكمان رئيس قناه ارمينيوز، اهم قناه تلفزيونيه في ارمينيا. كمان عندنا انيت ميليس، انيت ميليس فنانه تحريك من لاتفيا، عايشه دلوقتي في زيورخ، بتشتغل مستشاره لاهم شركات دعايه واعلان في سويسرا، حصل على ماجستير في مجال التحريك وليها اكثر من 10 مؤلفات في مجال التحريك برغم انها من مواليد 83. في كمان المنتجه والمخرجه الفلسطينيه مي عوده والموزعه، وهي بتوزع دلوقتي اهم مجموعه افلام تم انتاجها على مدى السنتين اللي فاتوا، منهم 3000 ليله وفيلا توما. واخيرا التمثيل المصري ومسك الختام يعني استاذنا الكبير عصام زكريا اللي هيكون بيمثل مصر في لجنه التحكيم. كمان في لجان تحكيم فرعيه من جمعيه نقاد السينما المصريين ومن مؤسسه اكت ومن جمعيه التحريك المصريه. المسابقه فيها 74 فيلم، 9 افلام تسجيليه طويله، 15 فيلم تسجيلي قصير، 25 فيلم روائي قصير، 27 فيلم تحريك. في 5 افلام بانوراما سميناهم عين على العالم، فيهم موضوعات مختلفه اهمها موضوعات من اسيا. مهرجان الاسماعيليه اختياراته للافلام السنه دي كانت على غير العاده شويه، بعيده كتير قوي عن السياسه، يعني كان معظم الافلام التسجيليه على مدى تاريخ مهرجان الاسماعيليه العنصر القضايا السياسيه مطروحه فيها بقوه، لكن انا يعني بحثنا عن البعد الانساني اكتر في الافلام، وكانت الاختيارات معظمها القضايا الاجتماعيه لا تقل اهميه عن القضايا السياسيه اللي بيتم طرحها في المعتاد.